قال تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. صدق الله العظيم. إن حياة كل كائن حي متعلقة بضوء الشمس، لذا فهي تعد من أكثر الألغاز التي سعى الإنسان إلى تفسيرها، ولم يتمكن من الوصول إلا لقليل من الحقائق حولها. في هذا الفيديو سنتعرف على حقيقة العين الحمية التي تغرب فيها الشمس، وكيف يمكن للشمس الغروب فيها. حينما يتجه الإنسان إلى أقصى نقطة في الغرب، يصل إلى جزر الهاواي في غرب أمريكا، حيث توجد بها ملايين الأطنان من الحمم المنصهرة والينابيع المتدفقة من التشققات الأرضية. بالنظر إلى تلك المشاهد من بعيد، تظهر صورة تبدو وكأن الشمس تغيب وتغرب في هذه البراكين المتدفقة، وهي مشاهد لم يتمكن أحد من التعرف عليها في زمن نزول القرآن الكريم، وقد ذكرها الله تعالى في القرآن حينما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن قصة سيدنا ذي القرنين بقوله: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وقد يدور الآن في أذهان البعض سؤال، ألا وهو: هل وصل ذو القرنين إلى أمريكا؟ بداية نشير إلى معنى عين في اللغة، وهي الينبوع، وحمئة تعني الملتهبة أو المشتعلة، وهي ما توحي بالحمم المنصهرة. وعبارة مغرب الشمس تعني أبعد نقطة على اليابسة، أي أن ذا القرنين تمكن من رؤية الشمس وهي تختفي وراء هذه العين الملتهبة التي تقذف الحمم البركانية. وقد منح الله تعالى ذي القرنين إمكانات غير محدودة، إذ يقول سبحانه: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. وهو ما يشير إلى الوسائل التي مده الله تعالى بها، فقد يكون ذو القرنين امتلك وسيلة تنقله إلى أبعد نقطة على اليابسة في الاتجاه الغربي. فالعين الحمية لا يمكن أن تظهر بكثرة في عصرنا الحالي إلا في المناطق البعيدة من غرب أمريكا. وفي هذا المعنى يؤكد المفسرون مثل ابن عباس أن الله تعالى منحه من كل شيء علماً يتسبب به إلى ما يريد، أي امتلك علماً يستطيع الوصول به إلى ما يريد مثل مطلع الشمس ومغربها. يتبين بذلك أن أقصى نقطة لمغرب الشمس ترتبط بالحمم المنصهرة المتدفقة، وهو ما تم اكتشافه في العصر الحديث. فماذا وجد العلماء؟ أكد المستكشفون والباحثون على أن هذه الجزر مليئة بالعيون الحمئة، وهذه العيون لا توجد على تلك الصورة والشكل الغزير إلا في هذا المكان بالعالم. فيؤكد العلماء أنها كانت تحتوي على ما يزيد عن 14,000 عين حمئة، وهي براكين تتدفق منها الحمم المنصهرة، وقد بقي منها الكثير إلى يومنا الحالي، حتى أن المنطقة هاواي تتميز بوجود فتحات تشبه العين. سينقضي عمر الإنسان، وتظل عجائب خلق الله في الكون تشغل عقول كافة البشر بما أبدع سبحانه في هذا الوجود العظيم. وقد أمر الله تعالى الإنسان بالتدبر كي يتمكن من التعرف على آثار قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، كي يصل حينها لليقين.